عسلامة. عسلامة مدام. قبل ما نروح أنيس، تشرفوا سي أنيس. اليوم حبيت تحكي لنا على تجربة معناها سيئة رغم عشتها، لكن توا متفائل وعشت معناها تخمم في كل ما هو جديد. لو كان تحكي لنا. والله باش نحكي لك، عشت تجربة معناتها صعيبة برشا. جيت في تبعت طريق مش طريقي، وتوا واحد كبر وما عادش لاقي روحه في الدنيا، يلزمه يحسن شويه من ناحيته، فهمتني؟ في العمر هذايا انا عمري 44 سنه، معناتها لا عرست لا عملت شيء في حياتي، خممت كان في حاجات اخرى معناتها ما نفعتنيش. تيش الشباب معناها كنت شباب، تيش شباب فهمتني؟ توا تشوف واحد نصبة برويتة، عامل برويتة نتاع خضرة، وإن شاء الله يخلونا نخدموا على رواحنا وكا. أنت قلت لي عشت تجربة صعيبة، لو كان تحكي لنا يعني شنو هو التجربة الصعيبة بالضبط؟ شنو اللي صار؟ تجربة صعيبة، مشيت دخلت في طريق مش طريقي، فهمت؟ معناتها كنت نخدم على روحي كذا، لين دخلت في مور شيخات ومور كيما نقولوا نحن عاطفة نتاع قصة حب، كنت في قصة علاقة نتاع حب، فهمتني؟ تقصت العلاقة ذيك، دخلت في نمط آخر، وليت نحب ننسى، نحب كذا، وليت بأي حاجة تنسيني أعطيني ننسى بركة وكا. علاش قصة الحب هذه لو كنت تحكينا شنو صار بالضبط؟ شنو صار معناتها كانت معايا واختارت باش تعرس على بكري، ومشيت وانا ما زلت ما كونتش روحي بالكدا، حبت دار محب يعرسولا عرسولا ومشيت على روحي. يعني تخليت عليك لهنا؟ تخليت. قداش عشرة ما بعد؟ عشرة. قداش من عام يعني عرفتها كنتوا مع بعض؟ والله قعدنا برسك ست سنين. يعني بعد ست سنين تخليت عليك ومشيت؟ ما تخليتش هي، معناتها الدار كبس عليها و يعني لهنا نحن تقول يعني راجل مخير تعيش ولاباس عليها هي. يعني العائلات لهنا مازالت تتاثر مثلا على اختيارات سوى طفل ولا طفله؟ والله انت وعائله، العائله تحب تلقى البنت مخير، فهمتني؟ هنا هي موقفها شنو؟ هي موقفها والله باش هي صغيره وقتها ما تبعد راي دارها، تبعت وهيك تبارك الله هيك تعيش البر ناجحه في حياتها وامورها واضحه. جات قالت لك معناها هي قبل ما تتعرس، معناها قبل ما تتخلى عليك؟ جات قالت لي صحيح، وجيت باش تتخلى على دارهم وكذا، قلت لها ليه ما تخليش على داركم؟ يعني هي من الاول ما وافقتش؟ ما وافقتش هي، ما يعني ما خانتكش لهنا، هي كانت جات كانت صريحه معاك وانت بيدك شجعتها. هي بصفه ظروف قاسيه في الدار، وفهمتني ظروف المعيشه نتاعنا ماهيش لك الكل، خليتها تمشي، فهمت؟ خليتها تمشي باش تشوف مصلحتها، وتأزمت انا، فهمتني؟ دخلت في حسيت روحك وقتها معناها ماكش معناها كاينك تعمل في مقارنه، معناها وليت مع الشخص اللي عرفت. اي حبيت نكبر فيسع، حبيت نعمل فيسع الفلوس فيسع، فهمتني؟ حسيت وضعيتك في الفتره هذيك ما تخليكش انك تتزوج بالطفله معناها اللي حبيت. اي صحيح. يعني معناها اخترت انها تمشي، ولكن في نفس الوقت اثر عليك يعني نفسيتك. تأثرت عليا برشا نفسي. وقتها قداش عمرك؟ وقتها ما زلت صغير انا. قداش من؟ في العشرينات. وقتاش تعمل يعني تقرا تخدم مش تعمل؟ وقتها نخدم في شركه تكنوبوينت التقنيه الحديثه، مترسم وقتها كنت، اموري واضحه. لكن بسبب الحادثه هذه العاطفيه معناها بعت معناها على خدمتك وعلى هكا؟ صحيح صحيح، فهمتني؟ وليت نحب الفلوس نجيبها بالسهل، وليت كل شيء، فهمتني؟ حبيت كيريتها هي استقرت في حياتها وشافت مخير وفلوس وسافرت لبرا، واحد حبيت وقتها انا زاد كي ترجع هي من برا تلقاني انا بفلوسي برشا فلوس واموري واضحه وكذا، حبيت كذا. هكا كان تفكيري؟ كان تفكيري سيء شويه، فهمتني؟ دخلت لطريق مش طريقي، فهمت؟ متى حبيت نعمل الفلوس فيسع فيسع. الطريق هذا معناها ادى بك لشنو؟ معناها عشت فتره وين يعني دخلت للسجن، شنو اللي صار لك بالضبط يعني؟ عشت فتره دخلت للسجن، وليت داخل خارج على السجن ماشي. مده قديش يعني حسب ما تفكر؟ حسب ما نتفكر برشا. قلت لي تدخل وتخرج، يعني كيفاش؟
يعني انت دوما تخرج معنا تصير مشكله وترجع ولا بسبب اسباب معنا نشاط معين؟ ليس اي خذيت الطريقه ذاك نتيح ونعاود نقوم ونعاود نتيح وندخل ونخرج برشا. من وقتاش بديت تخمم اللي ثنيه بديت معناها اللي تسلك فيها غالطه وقتاش فين عمري؟ والله ثنيه ليه من الاول عارف روحي اللي انا داخل في ثنيه غالطه، اما قلت يا ننجح يا ليه فهمتني يا اخي لا غالب في باليش اللي هو من الاول طريق مسدود مسدود على الاخر فهمتني، هو طريق مسدود على الاخر الطريق هذاك تمام مسدود على الاخر، وعملت فلوس مش ما عملتش، اما باللي راهي تقعد فلوس حرام ما تنجم تعمل منها حتى شيء فهمتني. عملت فلوس وبرشا فلوس ومشيت الفلوس والحمد لله. حسيت ما نفعكش الثنيه اللي اخترتها؟ لا ما تنفعش. وقتاش بديت تخمم بالطريقه الصحيحه معناها وقلت وقت باش نفيق ونرجع للاصلي معناها كما كنت معناها؟ والله باش نكذب عليك عندي توا بريسك العام مريقل ناجح في حياتي، مريقل اموري واضحه صفا خير من قبل. قبل كنت داخل خارج على الحبس، توا لي اي عامل نصب على روحي نخدم على روحي فهمتني، فما خدمه راني يعني نخدم ما فماش راني يعني عايش راضي بعيشتي هكا خير معناتها. انت عايش مع الوالده مع كيفاش توا؟ والله يا عايش مع امي انا وامي. انت معناها قايم بها تصرف عليه؟ والله باش نكذب عليك عندي اخواتي تبارك الله عليهم قايمين بها مريقلين ما مخلينا ناقصه شيء فهمتني، غير انا وكهو هي هما يمدولها وكذا وقاعده هي مسكينه اللي يمدولها تصرف فيها علي انا، اللي خسرته علي انا اكثر من اللي خسرته عليها انا. انت توا وقايت معناها باش ترجع لها اللي تعبته عليك هكا؟ والله مش وقايت نرجع لها، لا هي بركة امي مشكلتها مش هي معناتها، مشكلتها انا معناتها. ديما تخمم فيك. امي كي تراني انا مريقل تبدا هي فرحانه على الاخر، مع امي لا حشتها بفلوس لا حشتها بحتى شيء معناتها، امي حشتها باش انا نستقر تحب تعرس لي هذاك باش حشتها. وانت معناها توا تخدم قلت لي خضار معناها، وكيفاش توا وضعيتك معناها في خدمتك؟ صافا ظروف طيبه لو كنت تحكي لي. والله خدمتي تخدم بالحلال نهار باهي ونهار خايف تتعدى معناتها، خير من اللي تقعد كما قبل كل يوم وانت خايف، كل يوم تنجم تصير لك حاجه تنجم فهمتني، كل يوم وانت مفجوع. فقبل الباب الدار يتبدل اكثر من انا اللي شريته باب دار اكثر من اللي شريته حوايج روحي انا يعني. كل يوم كل مره مخلوعه دارنا، كل مره زادم علي الحاكم، كل مره فهمتني. انت توا كيفاش تخمم معناها؟ تخمم في الايجابي اكيد، راك نسيت الماضي. باش نكذب عليك انا نخمم اعطيني توا نلم على روحي ونعرس، تشوفني امي عرست ومريقل واموري واضحه هذيك بالدنيا، هذاك اللي تتمنى فيه امي نحب نعمله هكا. ولا تاثيرك النفسي بسبب مشكلتك العاطفيه معناها تنحت ولا مازالت في بالك معناها المشكله اللي اثرت على حياتك الكل؟ والله اي صحيح من الاول اثرت على حياتي، في بالي معناتها من طلع كل شيء مني انا عامله، مش معناتها كل شيء عملته انا، ما فما حتى حد كان السبب في عيشتي هذيك، ولا انا اخترت وانا اللي عملت وانا اللي غلطت وانا اللي واني خلصت وندمت وان شاء الله نقعد نصلح من روحي وان شاء الله نقعد كيما ديما هكا ان شاء الله. عايشك ربي يفضلك.